كرات الفج ثلاث مكونات بس تبعوا الطريقه. شيء من الاخر حليب مكثف محلى وطاط كاكاو زبده واذا تحبون رشه ملح. اسطور بالتحريك على نار صغيره. هاي هو القوام المطلوب. والحين اخليها تبرد في حراره الغرفه. وعقب ما برد الخليط دهنت يدي بالزبده واخذت كميه صغيره واكورها. صارت عندي كره اقطها في السبرينكلز واغطيها. صارت جاهزه. أهلاً بفيديو اليوم راح نسوي حلى سبانيش لاتيه حقيقي ألذ حلى ممكن تجربه. في البداية راح أخفق كريمة خفق وبعدين راح أضيف باقي المكونات. راح نحتاج لكريم كراميل وجبن كريمي وقهوة وكمان حليب مكثف وقشطة. راح أخلط المكونات مع بعض. وهنا عندي بسكوت شاي غمسته في قهوة وبعدين حطيته في الصينية وراح أضيف طبقة من الخليط وأكرر الطبقتين حسب الرغبة. وبعدين راح ادخل الثلاجة وطبعا كل ما خليته في الثلاجة اكثر كل ما صار ألذ. ومن الاخر وبدون مبالغة هذا ألذ حلى اجربه معاكم، من جد طعمه مرة لذيذ بارد وكمان دايب على الاخر. جربوه على ضمانتي، متأكدة راح يعجبكم. وبألف عافية علينا وعليكم. أهلاً بفيديو اليوم رح نسوي حلى مكعبات الجوزاء، مرة سهل ولذيذ وما يحتاج لفرن. هنا عندي سميد وحليب بودرة حمصتهم من قبل وبسكوت جوزاء مطحون وعلبة قشطة وحليب مكثف. وهنا عندي جلاكسي ذوبته من قبل، ممكن تستخدموا أي نوع شوكولاتة متوفر عندكم. وبعدين رح أساويه في الصينية من الجهات كلها ورح أدخل الثلاجة. وبعد ما طلعته من الثلاجة قطعت المكعبات بالطريقة هذه ورح أغطيه بسكوت جوزاء طحنته من قبل.
وبكذا ألذ حلا صار جاهز معانا. طبعا الطعم أتعب وأنا أقول لكم مرة لذيذ، جربوه معايا متأكدة راح يعجبكم، وبالعافية علينا وعليكم. أهلا، بفيديو اليوم راح نسوي ريد فيلفت كوكيز بطريقة ناجحة ولذيذة مرة. هنا عندي زبدة بحرارة المطبخ، راح أضيف عليها سكر بني وسكر أبيض وكمان بيضة مع شوية فانيليا وخل وملون طعام. راح أخلط المكونات مع بعض، بعدين راح أنخل المكونات الجافة اللي هي الدقيق وبكربونات الصوديوم والملح وكمان الشوكولاتة البودرة. وطبعا بعد ما تكونت معانا عجينة طرية راح أضيف عليها حبيبات الشوكولاتة، وبعدين راح أخذ قطعة صغيرة من العجينة وأضيف عليها حشوة الشوكولاتة، وبعدين راح أشكلها الكرات صغيرة وبعدين على الفرن. وبكذا صار جاهز، طبعا مرة هش وطري والطعم كان مرة بطل. جربوا معاي ولا تنسوا تشاركون تطبيقاتكم، وبالعافية علينا وعليكم. أهلين، بفيديو اليوم راح نسوي حلل تشيز باري كثير هبوا في الفترة الأخيرة، فقررت أعمله معاكم عشان تعملوه في البيت. هنا عندي جبن كريمي، راح أضيف عليه شوكولاتة بيضة ذوبتها من قبل وكمان شوية حليب مكثف. وهنا عندي التوت الأحمر راح أحشيه بصوص الجبن وكمان راح أغطيه فيه، وراح أدخلها الفريزر إلى ما تتماسك معانا. وهنا عندي شوكولاتة بالحليب ذوبتها من قبل، راح أغطي فيها حبات التوت وراح أرجع أدخلها الفريزر مرة ثانية إلى ما تتماسك معانا. وبكذا ألذ حلا صار جاهز معانا. تخيلوا معايا حموضة التوت مع حلاوة الشوكولاتة، يعني بجد ميكس مرة عجيب. جربوا معايا وعلينا وعليكم بألف عافية.